ازيكم؟ أم خلفت طفل وراحت حطاه في سبت وسابته، تعتقد الأم دي عاملة ازاي؟ أو ايه نوعية الأم دي؟ أو ازاي مشاعر الأمومة عندها خلتها تعمل كده؟ مش بس كده، انا قلت لكم ان الام دي مش بس حطت الولد في سبت وسابته، هي كمان حطته في سبت ورمته في الميه. طبعا هنقول قصه كبيره ان ازاي الام دي تجردت من مشاعر الامومه وسابت ابنها اللي هي لسه مخلفاه اللي هو طفل رضيع ورمته في الميه. طب لو قلت لكم ان الام دي هي ام سيدنا موسى عليه السلام، وان هي رمته عشان خاطر لما خلفته كانت خايفة عليه من ان فرعون يموته، عشان فرعون كان حلم او شاف في الرؤية ان هو في حد هيجي هينازله على العرش بتاعه، فقرر ان هو يموت كل الاولاد الصغيرين. فجأة القصة اتغيرت، الحدث هو هو، هي رمته في المية، مفيش حاجة اتغيرت، بس القصة اتغيرت. ليه؟ لان فجأة هقول يا والله يا عيني ربنا يكون في عونها، ازاي هي عملت حاجه زي كده؟ اكيد كانت حاجه صعبه قوي عليها ان هي رمته ودعت ربنا، قالت يا رب انت هتتولاه احسن مني. فالحدث ما اتغيرش، انما القصه اتغيرت. وهو ده الفكره، ان معظم الناس عندهم مشكله في ان في حدث حصل في حياتهم، بس القصه اللي هم بيبنوها عليه بتخلي حياتهم اسوأ بكتير، وبتخلي علاقتهم بالناس أسوأ بكتير، أو بتخلي قدرتهم على التعامل مع الناس دي أوحش بكتير. الفكرة مش في قصة إيه اللي حصل، إيه اللي حصل ده قد تكون أنت تملك جزء كبير من الحقيقة فيه، بس القصة الأكبر هي القصة بتاعت أنا بحط إيه عليه، أنا التجويد اللي أنا بحطه على الموضوع عامل إزاي. أنا بابايا ما كانش بيجي يتفرج عليا في التمارين وأنا في النادي، يبقى أكيد بابايا ما بيحبنيش. انا امي كانت قاسيه معايا وانا صغير بالمقارنه باخويا، يبقى اكيد امي كانت بتحب اخويا اكتر مني. انا جوزي على طول ما بيقعدش في البيت، فاكيد هو عنده قصه تانية، اكيد بيعرفوها تانية عليا. قد يكون، بس مش شرط يكون حقيقه. هو الحقيقه ايه؟ الحقيقه ان بابايا ما كانش بيجي للتمارين. ممكن يكون السبب في كده ان هو كان مسافر، فكان بيحاول ان هو يجيب لي فلوس عشان يدخلني مدرسة أحسن مدرسة اللي هو دخل فيها، ويوفر لي الحاجات اللي هو ما توفرتلوش وهو صغير، وعايز يخليني أعيش في عيشة أحسن من العيشة اللي هو عاشها. أمي اللي كانت ما بتفضل أخويا أكتر مني ممكن يكون السبب إن أخويا كان عيان، فكانت هي مضطرة إن هي تاخد بالها منه بشكل أو بآخر. أو قد يكون إن هي عملت غلط معين في وقت معين، فأخويا اتضر بشكل جسدي من الغلط ده، مثلا وهي شالته مره وقع او كانت سابعه على السرير فوقع، فحصل له مثلا حاجه معينه جسديه، فعشان كده عندها شعور بالذنب، فعشان كده مديه له اهتمام اكتر شويه. او قد يكون ان هي لما خلفتني كان حد لسه ليها متوفي ومش قادره تتعامل معايا، كانت اخرها معايا ان هي تغير الدايبرز، ترضعني، الكلام ده كله، انما ما كانتش قادره تتواصل معايا عشان خاطر قلبها كان مقفول. مش معناها ان امي ما كانتش بتحبني، معناها ان هي ما كانتش قادره. قد يكون جوزي بيتاخر عشان خاطر عنده الشغل، عنده بريشر في الشغل، عنده حاجات تعباه في الشغل، فعشان كده بيتاخر. قد يكون يعرفوها تانية، انا ما قلتش ان هو ده مش حقيقه، انما هي الفكره ان احنا دايما بنحس ان ده اللي حصل، ده الحدث، والستوري بتاعتنا بنصدقها زي ما تكون جزء من الحدث، انما ده مش حقيقه. قد يكون الستوري دي صحيحة وقد لا تكون صحيحة، والحدث نفسه، أنا لما أقول إن أبويا عمره ما جالي في تمرين مش معناه إن عمره ما أبويا جالي ولا تمرين، هو معناها إن غالبا كان في وقت مامتي كانت بتجيلي في تمرين أكتر من أبويا. ده معناه إنه ما بيحبنيش؟ لأ، معناها إن هو كان بيعمل الحاجة اللي هو شايف إنها صح. مامتي كانت بتاخد بالها من أخويا بشكل معين في وقت معين، قد يكون، بس ليه أنا معرفش. مش شرط او مش السبب ان تكون ما كانتش بتحب اخويا اكتر مني.
الناس اللي بتجيلي يبقى عندهم دايما مشاكل مع اهاليهم او مع ناس قريبين منهم، دايما بيبقوا حاطين القصة فوق الحدث ومش فاصلينهم عن بعض، ودي هي المشكلة. الفكرة ان الحدث ده حدث انت مقدرش تغيره، انما القصة دي ممكن تتغير كومبليتلي، زي قصة سيدنا موسى بعد ما كنا بنقول على الام ازاي تعمل حاجة زي كده وازاي ترمي ابنها في وتسيبه في حطه في سبت وتسيبه، فجأة صعبت علينا الام وقلنا يا عيني والله ده ربنا يكون في عونها، دي حاجة صعبة جدا. الحدث ما اتغيرش انما القصة اتغيرت. فدايما ده اللي انا عايز اقوله، حاولوا ان انتوا تفصلوا بين الحدث وبين القصة. القصة دي بتاعتك انت ممكن تغيرها، الحدث ممكن يكون حصل مش تعرف تغيره، انما القصة دايما ممكن تتغير، وعلاقتنا بالناس بتتغير تغير جذري لو غيرنا القصة. والقصة دي احتمال كبير قوي نعرفها لو ادينا للناس الفرصة بدل ما نتهمه. بدل ما اروح اقول لابويا انت عمرك ما جيت لي في تمارين، ممكن اروح اقول له ان انا كنت احب انك تكون موجود اكتر وشوف هو هيقول ايه. بدل ما اروح لامي اقول لها انت دايما تفضلي اخويا عليا وانت مش عارف عملتي كذا وعملتي كذا، ممكن اقول لها ان انا كان نفسي ان احنا نكون قريبين من بعض. بدل ما اروح اتهم جوزي واقول له انت اكيد تعرفها تانية، انت عمرك بتيجي البيت، اقول له انت ده باين ان انت الايام دي عندك يعني عليك ضغوط كتيره قوي، ساعتها هيحس ان انا مقدره، وساعتها ممكن يقول لي على القصه بتاعته، قد تكون حقيقيه وقد لا تكون حقيقيه ما اقدرش اعرف. بس في النهايه لازم نعرف ان الحدث غير القصه، ولو عرفتوا تفصلوا بين الحدث والقصه هتلاقي نفسكم اسعد بكتير.